والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، تكلمنا بالأمس على أن قلب المؤمن محل معركة كبيرة بين الخير والشر، وأن معركة الخير فيه لها جند وهو النور الوارد الإلهي، وهذا الجند يحتاج مدد، مش فيه في الجيش حاجة اسمها الإمداد والتمويل، فالمدد اللي بيجي لهذا الجند يأتيه من يقين لا شك فيه، وعلم مع بصيرة زي ما تكلمنا بالأمس، يقين لا شك فيه وعلم مع بصيرة. وعدم وإلهام ناتج عن عدم الرضا من النفس، يبقى هو يقين وعلم، وينتج عن الاثنين دول الإلهام. الرسول صلى الله عليه وسلم أميته كمال وليست نقص، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هو معلمه سبحانه، ويكون هو معلم البشر جميعا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يكن جاهلا. الأمية لا تعني الجهل، خد بالك، الأمية هي عدم القدرة على القراءة والكتاب فقط، وكم من أمي أعلم من كاتب قارئ. فالأمية حاجة والعلم حاجة، المقصود بالعلم هو العلم بالله. فممكن يكون إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ويكون عالم بالله، عنده علم كبير، وكثير من الأولياء كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، كثير منهم زي الإمام الخواص، سيدنا الخواص كان لا يقرأ ولا يكتب وكان ولي كبير، وجلس على يديه تتلمذ الإمام الخواص، وتتلمذ على يديه الشيخ عبد الوهاب الشعراني، كان شيخ الأزهر، قعد تلميذ على يديه يتعلم أيام الشيخ عبد الوهاب الشعراني. شوف بقى، نراجع التواريخ، روح زور سيدي عبد الوهاب الشعراني، هتلاقي كده مكتوب توفي سنة كذا وعاش سنة وتولد سنة كذا، تعرف على طول سنة أنا ناسي منك. فالمقصد أن الأمية لا تعني الجهل، والأمية في حق النبي كمال وفي حق غيره نقص. الأمية في حق النبي عين الكمال، لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه ربه ليكون معلم كل البشر، فلا يكون لأحد من البشر يد على النبي، بل هو يده على كل البشر صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوة ذي مرة فاستوى، ولم يعلمه أحد من البشر صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. الحاجة الثانية، لتكون دليل على صدق نبوته، لأنه لو كان قارئا كاتبا متعلما لقالوا أن ما جاء به من القرآن هو علم الأولين الذي حصله، وكان هو يمتاز صلى الله عليه وسلم باللباقة، وأنه مفوه وأوتي جوامع الكلم، فكان مش مستبعد أن الناس تفتن وتقول لك ما هو تعلم بقى وراجل عربي قرشي فصيح، فقدر من خلال تعليمه ده أن يألف القرآن. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون أمية النبي علامة نبوته، لأنه كيف يكون أمي ويأتي بما يحار فيه الأولون والآخرون؟ لو اجتمع الإنس والجن إلى يوم القيامة، وهذا التحدي قائم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، على أن يأتوا بسورة مثله، لا يأتون بمثله. والسورة سورة، أقل سورة ثلاث آيات، يعني ما يقدروش يجيبوا ثلاث آيات زي القرآن. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، في أكثر من كده كلمات ونقاط ما يعرفوش يعملوا زيها. لو اجتمع الإنس والجن ويأتي هذا من إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم من أحد، دليل على أن الذي علمه هو الله، وأن هذا الكلام هو كلام الله. فكانت الأمية في النبي علامة نبوته، وكانت فيه كمال حتى يكون هو معلم البشر ولم يتعلم من البشر. يبقى الأمية في النبي عين الكمال وفي غيره نقص. نعود بعد ذلك للموضوع بتاعنا، أن القلب، قلب الإنسان، تحدث فيه معركة كبيرة. هذه المعركة بين الخير والشر، الخير مدده النور
الذي كان يطلبه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي بشري نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا، اللهم اجعلني نورا صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان يطلب النور، والنور هو جند كبير في المعركة التي هي في داخل القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه سوى الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شيطانه أعانه الله عليه فأسلم صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عنده هواجس ولا وساوس شيطانية صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يعلمنا بهذا الدعاء، يعلمنا صلى الله عليه وسلم ويطلب لنفسه زيادة النور. فالنور جند يحتاج مدد، المدد هو اليقين الذي لا شك معه، والعلم الذي فيه البصيرة الذي يوصلك إلى الله، والإلهام اللي هي العين الثاقبة، إن اتقي فراسة المؤمن فإن المؤمن يرى بنور الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعدني لأعوذنه. ثم بعد ذلك إيه المقابل؟ الجيش اللي مقابل لجيش لجند النور، جنود الظلام اللي هي جنود المعاصي، نرمز لها بالظلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ظلمة، وقال إن الفتن تعرض على القلوب كأعواد الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يعني ظلام، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، يعني نور، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا يضره شيء لأنه غلبت عليه الأنوار، والثاني أسود مربادا اللي هي ظلمة الفتن التي أشربها القلب مع بياض الفطرة، يوم يديك لون أسود مبيض رمادي كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، يعني يبقى عامل زي الكوز المقلوب كده بقى، القلب ده الكوز لو قلبت تعرف تحط فيه حاجة، وعشان كده في ناس مفتونة مهما تقعد توعظ فيهم وتكلمهم كأنك مش كأنه مش معاك، لأنه خلاص قلبه اتقلب، فمش عندوش قابلية إنه يتحط في حاجة تاني. نعم. الظلمة هي جنود النفس، القلب يتقلب يريد أن يتخلص مما فيه من ظلمات ليخلص لله فيصير روحا، والروح تريد أن تتخلص مما فيه من الحس لتصير سرا، فالقلب يريد أن يتخلص مما فيه من ظلام ليصير روحا يستريح من المعركة، فإذا استراح صار روحا، والروح إذا تخلصت مما فيه من حس صارت سرا. القلب في أثناء هذه الحرب يحدث حرب بين النور والظلام، جند النور، الجند هم النور ومددهم اليقين والعلم والإلهام، والظلام من النفس أصله من الشهوات والمعاصي والوساوس والركون والحرص وحب الظهور وحب السيطرة وغير ذلك من أمراض القلوب. يأتيها المدد منين؟ عكس المدد بتاع النور، فمدد النور أوله يقين لا شك فيه، يبقى يأتيه المدد الثاني من الشك، يبقى عنده شك، عقدته مشوشة، يقينه في الله مشوش، اعتماده على الله من خلال السبب لا على الله مباشرة، فهو لا يأمل أن يحدث شيء إلا بسبب، فيعتقد في الأسباب أنها مؤثرة فيركن للأسباب، ولذا إذا ضاقت به الأسباب يأس، أما المؤمن إذا ضاقت به الأسباب لا يأس، لأنه يعلم أن هناك ربا للأسباب يستطيع أن يعطيه بغير سبب. التاني ييأس على طول، ليه؟ لأن نفسه غلباه ظلمة، ونفسه غلبته من خلال المدد اللي جاي لها من الشك ومن خلال الجهل عكس العلم، هو جاهل بالله عنده شك في التوكل وفي اليقين وفي القدرة وفي الإحاطة وفي الرحمة وفي الحلم وفي العفو، وعشان كده بعض الناس يعرف ربنا كويس لكن اما يعمل معاصي كتير
يظن ان خلاص ان ربنا مش هيغفر له لانه جاهل بعفو الله. لو كان عنده علم كان استغفر، لكن ييأس يوم يقول لك بقى معقول ربنا هيغفر لي بعد ما قتلت وسرقت وعملت 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 وعمري ما ركعتها، انا خلاص مكتوب عليا الشقاوة، يعيش طول عمره في الشقاوة. تيجي تقول لك مش هيغفر لي خلاص، ده انا عملت، انت ما تعرفش انا عملت ايه. النتيجة دي جاية له منين؟ من عدم اليقين في فضل الله وركونه للأسباب، لأنه متصور أن ربنا مش هيغفر له إلا إذا كان في الطاعة، لكن ربنا قادر أن يغفر له مجرد أنه هو قلبه يندم على ما فعل من المعاصي ويعزم على عدم العود ويستغفر ربه، ربنا هيغفر. ولو مات على الحال دي قبل ما يسجد سجدة يدخل يبقى من أهل الجنة. لجهله بالله منع، فهمت إزاي؟ لجهله بالله منع. وعلشان كده جنود النفس الظلمة دي منشأها الجهل بالله، اللي هو عكس العلم عند التاني، عند المنور. المنور عنده علم بالله، مهما تضلم الدنيا هو عنده علم بالله يتلقيه مستريح مطمئن، لكن الجاهل ده غلبان، يبقى عنده شك في ان ربنا هيغفر له او شك في وجود الله اصلا لانه كافر، او شك في بعض صفات الله من القدرة مع ايمانه لأن الله سبحانه وتعالى موجود، أو يظن في الله صفات لا تليق بمقامه سبحانه وتعالى كالجهة والجسمية والجوارح وغير ذلك مما يصفه به الواصفون الذين ضلوا في ذلك كاليهود والنصارى، وصفوا الله بالجسمية، وصفوا أنه يخلف الميعاد، وأنه فقير، وأنه يصيبه التعب، وأنه يده مغلولة، وأنه يقهر، وأنه يندم، وأنه يحل في الأجساد، شغلانة كبيرة، وصفوا الله بأشياء الله سبحانه وتعالى بريء من ذلك. فهم لجهلهم ولشكهم ولرضاهم عن نفسهم ضلوا وأضلوا كثيرا من الناس. يبقى المدد الثالث للظلمة اللي في النفس هي الرضا عن النفس. الرضا عن النفس يمنعك من الإلهام، لأنه هو الثاني يقابله الإلهام. الإلهام يأتي من الافتقار، إذا افتقرت إلى الله يأتيك الإلهام، لأن الإلهام معونة. لما تضيق بالإنسان الأشياء الأحداث والأسباب تضيق به يشعر بافتقاره إلى الله، فإذا شعر بافتقاره إلى الله تبص لا يجيله المدد من الله، المعونة، الإلهام، المخرج. وعشان كده إذا ضاقت فرجت، لأن لما بتضيق يشعرك الموقف أنك فقير إلى الله خلاص. لكن اللي راضي عن نفسه ده ما يجيلوش هذا الشعور، يفضل عنده اعتزاز بنفسه. حتى شفت أبو جهل مثلا وهو بيموت ومجروح منهك بالجراح مرمي على الأرض، يجي سيدنا عبد الله بن مسعود يركب على سبه، لأن التاني راضي عن نفسه، عنده عزة بنفسه، أخذته العزة بالاسم لرضا عن نفسه وعما هو فيه. فيقول له هو في هذا الحال حتى أنت يا رويعي الغنم، وعايز يديله سيفه ويقول له خلصني بقى من شدة عذاب ما هو فيه، يعني حتى عايز يمد ألاط، يعني حتى ما رجعش وهو في عز الوقت ده أليط بقى لأنه راضي عن نفسه، يعني مرمي ومتدرمغ في الطين وفي الوحل وفي الكفر ظاهرا وباطنا، بالرغم من كده بيهزأ سيدنا عبد الله بن مسعود، حتى مش بيقول له يا راعي الغنم، يا رويعي الغنم، بالتصغير للتحقير. يعني حتى جايله منين الحته دي؟ من الرضا عن النفس ومن جهله بالله ومن شكه في الله انه قادر على ان يبعث الموت. حتى انه كان في حال حياته جاء للنبي بعظمه باليه قال تزعم ان الله يبعث هذه بعدما صارت ترابا وفركها في يده؟ قال له صلى الله عليه وسلم نعم يبعثك ويدخلك النار. يبقى جند النفس الظلمة جيالها من الجهل والشك والرضا عن النفس. عشان تزود مدد النور في قلبك لازم يبقى عندك يقين، ويكون عندك علم مع بصيرة، ويكون عندك يجي لك الإلهام بعد كده. والإلهام يأتي بإيه؟ بالافتقار إلى الله، بعدم الرضا عن النفس. تفضل باستمرار مش راضي عن نفسك، شاعر بانك انت منتقص، امورك ناقصه، حتى عبادتك تفضل في وسط العباده زعلان، يعني ربنا سلبك من العباده، من الاعجاب بالعباده بعدم الرضا عن النفس حتى لا تعجب به،
يبقى أنقذك. هذا للسائرين، وللواصلين سلبهم من مقام وجودهم إلى حضرة شهوده، فغابوا عن وجودهم أصلا، فالاثنين مسلوبين، الواصل مسلوب بالشهود والسالك مسلوب برؤية التقصير. واضح؟ يعني الإنسان في بداية طريقه مع الله يسلك الطريق، يعني يخدم، يقوم بالشريعة والعبادة، فتلاقيه يقيم الليل ويكسب من الصيام ويتصدق، منهج في مقام الخدمة، يسموه سالك. سالك يعني ماشي في الطريق اللي يوصله إلى الله، عابر سبيل، ماشي في الطريق الموصل إلى الله، نسميه إحنا سالك، أي سالك إلى الله. ففروا إلى الله، فهم؟ يعني اسلك الطريق إلى الله وابتغوا إليه الوسيلة، فيسموه سالك. فالسالك يسلبه الله سبحانه وتعالى الإعجاب بعبادته برؤية التقصير فيه، لأنه لو أعجب بها حبطت، فيقوم ربنا عايز ينقذه لا يحبط عبادته، يقوم يخليه باستمرار شايف انه مقصر فيه. ونعم، ولو فرح بيها يفرح من جهة انها برزت من الله اليه له ولم تبرز منه الى الله، يبقى يوم ما يفرح بالعبادة يفرح بيها من جهة ايه؟ انها برزت من الله اليه ولم تأتي منه الى الله. فهمت المسألة؟ ده للسالك. انما اللي وصل، ما في سالك وفي وصل، الواصلين، الواصل سلب ايضا من حاله حتى من حال وصوله، فلا يرى في نفسه الخصوصية لكونه غاب في شهود الحضرة سبحانه وتعالى، فلا يصل حتى فلا يشعر في نفسه بالخصوصية، والكل مفتقر الى الله في كل حال. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الواصلين وسيد الخلق اجمعين، اللي هو وصل الى ما لا يصله احد من الخلق، حتى سيدنا جبريل لم يصل الى ما وصل اليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا تكلني لنفسي طرفه عين ولا لاحد من خلقي. فيبقى افتقاره الى الله كان شديد. ليه؟ يبقى الواصل مفتقر والسالك مفتقر والكل مفتقر الى الله. السالك مفتقر الى الله لرؤيه التقصير، والواصل مفتقر الى الله لكمال علمه بالله ولغيابه عن شهود نفسه بشهود الحق. نوع من الفناء، يعني ان الانسان لا يرى اي فعل في الاكوان الا من الله، فلا يرى الاشياء، يراها انها من الله، لان الله هو الذي قدر الاشياء ولكن جعل هذه الاشياء تتعامل معك، وسبحانه وتعالى هو الذي حركها، فيبقى هو الذي يحرك، يعني هو الذي يفعله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي في الأكوان. ففي ناس يغيب عنها الواسطة اللي هي من خلالها الله سبحانه وتعالى يختبر الخلق، اللي هي حركة الأكوان. حركة الأكوان دي هي ربنا اللي يحركها، الكون لا يتحرك بالذات. ففي ناس تنظر للأكوان أنها متحركة، أنها تتحرك، وفي ناس تنظر لحركة الأكوان لا تنظر بقى للأكوان، تنظر للمحرك، تختلف النظر. واحد ينظر للكون أنه يتحرك ويعلم أن الله يحركه، لكن يرى الحركة، غاب بالحركة عن المحرك، وبالأثر عن المؤثر، وبالفعل عن الفاعل. فهمت؟ ده اللي هم احنا العوام، ده الثالث. إنما الواصل الكلام ده كله ما يهموش، ده هو شايف المحرك نفسه، لأنه حضر إلى عالم الجبروت حيث كان الأمر في كن قبل أن يكون، فعلم أن هناك محرك، وأنها لا حركة إلا بمحرك ولا أثر إلا بمؤثر، فغاب في المؤثر عن الأثر وفي المحرك عن الحركة، فتعامل مع الله مباشرة ولم يتعامل مع الأكوان. ده الواصل، فهم؟ زي الرسل والأنبياء كانوا يتعاملوا كده، يتعامل مع الأشياء مع الله. إن لم يكن علي بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، صلى الله عليه وسلم. لو الناس كلها يقول للعم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، لا أتركه، لأنه بيتعامل مع الله، هو مش عايز منصب ولا دنيا ولا الكلام الفارغ اللي الناس كلها بتفتكر أنه هو عايزين يغمزوه بمبلغ يمكن يسيب الكلمتين، رشوة.
الرسول صلى الله عليه وسلم مش في المكان ده خالص، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل فيما وراء هذه الأشياء. عرضت عليه الجبال أن تكون ذهب وهي لغيره تراب، أبى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان غنى بالله مش بالذهب، فهو كان يتعامل مع الله مباشرة ويتسبب للتشريع عشان يعلم أهل الأسباب ده عشان يعلمنا، لكن تعامله هو كان مع الله مباشرة صلى الله عليه وسلم. فالنبي جاء للواصلين وجاء للسالكين صلى الله عليه وسلم، والكافرين كمان وللكل للعالمين. فإحنا قلنا امبارح أي علم يوصل إلى الله، العلم اللي معه بصيرة هو العلم الموصل إلى الله. يعني الطبيب من خلال علم بتاعه لو وصل إلى الله من خلال رؤيته الخلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يبقى علمه عنده بصيرة. لو وقف على حد بس وظائف الأعضاء والفسيولوجي والفارماكولوجي وشوية علم الأدوية والتشريح وحافظ الحاجات دي كويس، لكن ما وصلش من خلال هذا العلم إلى الله، يبقى ده ضلمة، ده مش علم. واخد بالك؟ بتوفيق الله، بتوفيق الله. عليك انك انت، ما احنا قايلين عليك بحياة القلب. حياة القلب تكون بايه؟ بالزهد في الدنيا ومجالسة الصالحين والطاعات ومداومة الذكر علشان تقوي نفسك. فاذا كنت ما عندكش حرص للدنيا، مداوم ذكر الله، بتجالس الصالحين وتحب الصالحين، هتيجي تتعلم اي حاجة هترى فيها الله مباشرة، توصلك الى الله مباشرة. لكن عندك حرص وحب وطمع و و و و تيجي تتعلم كل حاجة، بتدور في الحاجة اللي بتتعلمها دي مصلحتك هتيجي ازاي من وجهة نظرك انت، فتلاقي نفسك محجوب بالمصلحة ومحجوب بالطمع ومحجوب بالحرص ومحجوب بحب الظهور وحب السيطرة وحب الوصول، فيصبح العلم كله من اجل هذه الاشياء لا من اجل الوصول الى الله. فيبقى عين الحجاب، يبقى عين الحجاب واللي تحصل، فهمت؟ لانه هتسأل عنه يوم القيامة ومش هتعرف تعمل حاجة. فعلشان كده يقول لك ايه في الحكمة بتاعت الامس، النور جند القلب كما ان الظلمة جند النفس، فاذا اراد الله ان ينصر عبده امده بجنود الانوار. ايه جنود الانوار؟ جنود الانوار قلنا هو اليقين الذي لا شك معه، والعلم الذي فيه البصيرة يعني الموصل الى الله، والالهام الناتج عن ذلك، فهمت؟ دي جنود إيه اللي هو، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. مدد الظلم والأغيار عكس الثلاثة، الشك والجهل والرضا عن النفس، فهم؟ لأن الرضا عن النفس أبلسه، هو إبليس اللي كان راضي عن نفسه. ثم جاء بعد ذلك لكون الأنوار تأتي فتزيل الظلمة التي في القلب، فقال في الحكمة التي تليها النور له الكشف. اسمع بقى الحكمة دي، هي دي موضوع النهاردة، كل اللي فات ده مقدمة. كل يوم كده بنضيع نص الدرس مقدمة والنص الثاني في الحكمة الجديدة، لأن لازم نربطها. النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. نقولها تاني، النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، لها الحكم، البصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. نقولها تالت عشان يمكن تفهمها لوحدك، النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، الحكم. انت ما يبقى عندك بصيرة تعرف تحكم على الاشياء دي حلوة ولا وحشة، يبقى البصيرة ليها ايه؟ الحكم. صعبة دي؟ حتى لما تبقى واقف كده ملخوم في حاجة وتختار غلط، الناس العوام يقول لك يا اخي وانت ما عندكش بصيرة، يبقى الراجل بيتكلم كلام حتى العوام حساس، بس هو عارف يصيغه. يبقى البصيرة لها الحكم، يبقى النور له الكشف، والبصيرة له الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. لأنه في مكان المعركة الجنود جواه، جنود المعركة جوه القلب، والجنود يتقبل يتد،
ما هي المعركة كلها شغالة جوه القلب، معركة بين الظلام والنور. انت لما تدخل بيت كله عقارب وفيه سبائك ذهب ومضلم، تيجي تمد ايدك على الذهب تلاقي عقربة تقرص، تيجي تمد ايدك على العقربة تضربها تلاقي نفسك ايه خبطت الذهب، لان انت مش شايف. يجي النور يكشفك، يبقى النور له الكشف، تقوم تعرف فين عدوك من حبيبك، يبقى المدد النوراني يعرفك اعدائك لان له الكشف. جزاك الله. المدد النوراني، ما تلخمش نفسك في تسمية الاشياء، خد المعنى وروح. يسموا اللي ما تسموه، ما لناش دعوة، احنا عايزين المعنى. ما تلخمش نفسك ايه في التسمية، احنا عايزين المعنى اللي احنا يفيدنا في حياتنا. ايوه ايوه صح، يسموها كده الفلاسفة، اللي هي الانا الروحانية العلوية دي الروحانية، والسفلية اللي هي الشهوانية البهيمية. كله كويس، ما هم الفلاسفة كان في منهم اهل حكمة، هي الفلسفة اصلا الحكمة. زي النور المصري ده. نعم. فالنور يكشف كويس، تعرف عدوك من حبيبك. اذا كشف النور تيجي البصيرة تميز العدو من الحبيب، يبقى البصيرة لها الحكم بعد كشف النور. انما طول ما الدنيا ضلمة انت ما انتش شايف. فهمت ازاي؟ لكن اول ما يجي النور تشوف، تبقى عندك بصيرة تحكم. لما تحكم تقبل او تدبر، اذا لقيت طاعة تقبل، اذا لقيت معصية تدبر. فهمت القصة؟ هنقراها تاني. النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الاقبال والادبار. او قول، تقول مرة تانية، النور إما أن يكون نور الانتباه اللي هو المدد وارد الانتباه، يسموه وارد الانتباه لأهل السلوك، ووارد الإقبال للسائرين، ووارد الوصال للواصلين. يبقى كل واحد هيجيله المدد اللي على قده. مدد المجتهد في الطاعة بقاله 20-30 سنة مختلف طبعا، مختلف طبعا من الله عن واحد لسه بادي امبارح، مختلف طبعا عن واحد قلبه فيه شوية دنيا كده بنسبة 20%، عن واحد الدنيا مش في قلبه أصلا. فمدد النوراني ليه ده غير المدد بتاع ده غير المدد ده. وعلشان كده رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لا أغبره. ليه؟ لأن العبرة بقلبه، قلبه فيه إيه؟ فهمت؟ مش العبرة بملبسه ولا بصلاته ولا بأعماله الظاهرة، ده العبرة بحركة القلب حيث محط نظر الرب سبحانه وتعالى. وعلشان كده ممكن يبقى واحد واقف جنبك بيصلي وانت بتصلي كتفك في كتف، هو سبحان الله بتاعته قد جبال من امثالك اللي بيقولها مره لكمال قلبه، وانت سبحان الله بتاعتك مردوده. ليه؟ لانك انت بتقولها وانت معلول. معلول يعني مريض، امراض كثيره في القلب، فيها حسد، ما بتحبش للمسلمين ما تحب لنفسك، مش مهموم على احوال الناس، حبك للصالحين مهزوز، حبك للنبي نص نص، حبك للشريعه على قده، فهمك للشريعه على قده، عندك بعض المعلومات الناقصه في الله عز وجل، إيه عندك حرص، تحب تنتصر، تحب تبقى انت اللي ظاهر، تحب انت اللي تبقى سبع البرمبه، تبقى انت اللي كلامك مسموع، تبقى انت اللي كل حاجه، ولما يجي حد يغيظك تبقى عايز تتشفى. غلاوي يعني، يقول يا ده انا عايز اشوف الدم بتاعه، يعني انت اتك على اسمه غلاوي، واخد بالك ازاي؟ كل الحاجات دي مش شرط يتك في الظاهر، القلب واخد، احنا بنوصف حال القلب من جوه، لان ممكن يكون بيبتسم لك وهو قلبه بيتك اسنانه جوه وعايز يعضك. احنا بنتكلم على القلب يعني. فلا شك اللي بني ادم ده اللي من النوع ده لما يقف يصلي غير واحد تاني بيصلي قلبه ما لفوش حاجه المسلم، واخد بالك؟ وبيحب للناس ما يحب لنفسه، وعنده قناعه بما اقامه الله فيه، مش متشوف لشيء، هو ماشي مع الله على ما يريد، راضي كده واخر سعاده. صحيح ما عندوش في جيبه مليم، لكن مبسوط قوي، جعان مبسوط، شبعان مبسوط، ما بيبصش في ايد الناس، قانع بما رزقه الله، لا ينظر لنعمه احد ويريد زوالها او حتى يريد تبقى عنده منه.
يعني لا يريد أن يكون في مقام غير الذي أقامه الله فيه. فإذا أقامه في المرض لا يريد العافية، وإذا أقامه في العافية لا يريد المرض، إذا أقامه في الغنى لا يريد الفقر، وإذا أقامه في الفقر لا يريد الغنى، يكون حيث أقامه راضي كده، واخد بالك؟ يبقى البني آدم ده لما يجي يقعد بقى يصلي، حتى لو صلى العشاء وروح وما صلىش التراويح، يبقى مقامه أحسن مننا إحنا اللي قاعدين نصلي التراويح للساعة 11 بالليل. ليه؟ لأن إحنا قلبنا فيها بلاوي مبوظ لنا الدنيا، خدت بالك معنا؟ وعشان كده الإنسان لازم يحرص على إنه يصلح قلبه، لأن صلاح قلبك ده هيريحك، هيخلي أقل عمل تعمله يثمر الثمرة الكبيرة، وعدم صلاح القلب يخليك تجتهد في العبادة ليل نهار ويجي كده شوية ريح يطيرها. فهمت إزاي؟ فدي نقطة هامة. فالنور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار، أو قل النور هو الشريعة والبصيرة هي الطريقة. فهمت إزاي؟ ثم بعد ذلك الوصول بالإحسان وهي مقام المراقبة والمشاهدة. أو قل النور هو الشريعة وهو الإسلام، والبصيرة جاءت من الإيمان، ثم بعد ذلك الإقبال والإدبار يكون في مقام الإحسان. يبقى هو قاعد يقسمها لك علشان تفهم إن الحكاية لازم ثلاث حاجات تتوفر فيك: إسلام وإيمان وإحسان. ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الدين إيمان وإسلام وإحسان. إنما الدين مش إسلام بس، ولا هو إيمان فقط، ولا يفعل الشرائع، ولا هو إحسان فقط، لأن الباب مقفول إلا من خلال الشريعة ومن خلال الإيمان بالله عز وجل. ونقف بعد ذلك إن شاء الله على الحكمة التي تليها. الحكمة دي أصلها طويلة، ممكن نقعد نتكلم فيها برضه كتير، فلكن كده كويس، كده كويس على أي حال. يبقوا شاوروا لي على مكان الحكمة يا جماعة التي تليها. أحمد كان بيعمل شغل النهارده. ثم نقف بعد ذلك على الحكمة التي تقول: قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. السائرون أنا قلتها لك على فكرة في وسط الكلام، فنخلصها بقى بالمرة. طيب، قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيه. زي حالنا كده، تيجي تعمل العمل تلاقي نفسك كده مش مبسوط، كان حقه يبقى احسن من كده، واخد بالك؟ تبقى مش لم تتحقق الصدق مع الله فيه، فقطعت عن رؤية حالك ومشاهدة ما أنت فيه من طاعة. بسبب ذلك فمنعت وحجبت عن العجب المحبط للعمل رحمة منه وفضل. فهم؟ وأما الواصلون، طب حجبهم ليه؟ فلأنه غيبهم بشهوده عنها، لأنه إذا رأوا الظاهر فلا يظهر معه أحد. إذا تعاملوا مع الله فكل ما سوى الله هباء، لأنه كان الله ولم يكن شيئا معه. فإذا تعاملوا مع الله يبقى خلاص. ونقف إن شاء الله غدا على ما بعد ذلك إن شاء الله، وهو في الباب السابع من هذا الكتاب. قال رضي الله عنه: ما بثقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما بثقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. إن شاء الله دي غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك.